في أفلام رعب بتكون مفبركة، بس في حاجات كتير بتكون حصلت في الحقيقة. في أسرة في أمريكا مرت بتجربة مرعبة، فيلم اليتيمة هي قصة حقيقية حصلت. في زوجين اتبنوا طفلة عندها 9 سنين، اكتشفوا إن البنت دي بتتصرف تصرفات كبار، سلوكها غريب، كانت البنت دي بتحاول دايما تأذيهم، يا ترى ليه كده؟ بعد ما تشوف فيلم اليتيمة كله هتفهم. في اليوم ده كانت البطلة هتولد، كان في ألم جامد في بطنها، وطت راسها وشافت دم نازل من جسمها في الأسفل، لكن الممرضة الغريبة دي كانت باردة، كانت هتدخل أوضة العمليات، البطلة كانت بتصرخ من الألم، وفي النهاية ولدت، كان بيبي مليان بالدم وشكله مرعب، البطلة خافت، فبعد ما أجهضت كانت دايماً بيجي لها كوابيس، الزوجين كان عندهم بالفعل ولد وبنت صماء، لكن كان في مشهد الإجهاض في مخيلة البطلة على طول ومش قادرة تتحمل، عشان كده قرروا إنهم يتبنوا طفلة، وراحوا للملجأ، ولفت نظر الزوجين إستر، كانت في هدوء بترسم لوحة، كانت هادية ومش بتتكلم كتير. الزوجين حسوا انها بنت مميزة وقرروا انهم يتبنوها. استر وصلت بيتها الجديد وبسرعة جدا بقت قريبة من اهل البيت، كانت شايفة البيت الجديد جميل ومليان من الحيوية، كانت البطلة مبسوطة قوي. بس بعد كده حصلت شوية احداث غريبة بتثبت ان استر مش سهلة. في يوم شافت بنت في الحديقة بتتنمر عليها، البنت دي كانت بتضحك عليها، عشان كده استر هجمت عليها ودفعتها وقعتها من الطابق العلوي. الناس اللي كانت بتتنمر عليها قبل كده هترجع لهم تاني. ابن البطلة كان بيلعب بمسدس الكرات الملونة، وبسبب شقاوته ضرب حمامة. شاف الحمامة اللي كانت بتحتضر وما كانش عارف يعمل ايه. استر مسك الطوبة وقتلت الحمامة وقالت انها بكده ساعدتها. الابن حس ان استر مريضة مش طبيعية، وبالليل الزوجين كانوا بيعملوا اشياء مخجلة، وفجأة ظهرت استر وكانت بتبصلهم بنظرة فظيعة، خوفتهم ومشيت. البطلة راحت لأوضة استر عشان تتكلم معاها. في حاجات الكبار بيعملوها ما ينفعش الصغيرين يشوفوها، زي مثلا الأوقات المخصصة لأي اتنين بيحبوا بعض. البطلة ما خلصتش كلامها وقطعتها استر وقالت عارفة ان دي اسمها ممارسة الحب. البطلة كانت مصدومة، ازاي بنت عندها 9 سنين وتقول كده؟ راحت قالت لزوجها، بس هو ما كانش عنده ردة فعل. البطلة اتأكدت من الأيام ان الطفلة دي مش طبيعية، البنت اللي عندها 9 سنين بتقدر تعزف مقطوعة كاملة لتشايكوفسكي، وباب اوضتها دايما مقفول، وكانت بعد ما تستحمى تلف نفسها كويس، وكانت في كل مرة تشوف الزوجين مع بعض كانت بتبقى غامضة جدا. ده خلى البطلة تقلق. في اليوم ده مديرة الملجأ جات لبيت البطلة وقالت انها ارتكبت خطأ، ان استر عندها بعض المشاكل. هي قعدت تبحث عنها واكتشفت ان قبل ما يتبنوها اسرة استر اتعرضوا لحادث، واستر في المدرسة كانت بتأذي زمايلها، وفي حاجات كتير مش واضحة في حياتها. كلامها ده اكد شكوك البطلة. المدير والبطلة فكروا انهم يرسلوا البنت، بس الزوج كان شايف ان دي هتبقى قسوة منهم على بنت عمرها 9 سنين. ومن الناحية التانية كانت استر سمع كل كلامهم، كانت خايفة جدا، طلعت المسدس من الدرج ووجهته على البنت الصغيرة اللي مش بتتكلم. سمعت الراهبة بتمشي، ارتاحت جدا، سحبت البنت الصغيرة للطريق اللي هتمشي فيه الراهبة. الراهبة كانت سايق العربية، استر حدفت البنت الصغيرة قدام العربية، الراهبة بسرعة فادتها والعربية اتخبطت في الشجرة. الراهبة نزلت عشان تشوف البنت، ضربت استر الراهبة بمطرقة حديد على راسها، قتلت الراهبة، كمان اتعاملت مع الجثة بشكل احترافي، جمعت كل ادوات الجريمة. البنت الصغيرة كانت جنبها مرعوبة وهددت البنت انها ما تتكلمش خالص. دانيال كان بره بيلعب في التلج وشاف استر وهي ماشية. في الليل استر راحت له معاها سكينة وسألته انت شفت ايه؟ دانيال كان مرعوب وقال لها انه ما شافش اي حاجة. استر هددته انه لو اتكلم هتقتله. الولد اتبول على نفسه. الزوجين اخدوا استر للدكتور النفسي. النتيجة الدكتور النفسي قيم حالة استر وقال مرضها النفسي بسبب الزوجة. حصلت ازمة بين جون وكات. استر حست ان سرها ممكن يتعرف في اي وقت، بدأت تخطط خطط شيطانية اكتر. جون قال لاستر انها هتقرب اكتر من امها. استر بعتت ورد لمامتها، مامتها وشها اتغير على طول. هي واستر شدوا الورد من بعض، الورد وقع على الارض. اتضح ان الزهور دي كانت لاحياء ذكرى ابنهم المتوفي، واستر كانت عارفة وقطفت الورد ده عن عمد لخلق صراعات بين الزوجين. استر عشان تأذي الام استخدمت آلة عشان تكسر دراعها، وقالت ان امها كسرت دراعها وهي بتخانق معاها على الورد. جون ما بقاش يصدق كده بعد كده، وحصل خلاف كبير بينهم. استر وصلت لهدفها خلاص. كيت كانت حزينة جدا، فكرت انها تشرب خمرة، لكنها كانت بتفكر في ابنها المتوفي. استعادت وعيها ورمت كل ازايز الخمرة في الحوض. في اليوم اللي بعده البنت راحت للمدرسة. استر استغلت ان الام مش واخدة بالها وخلت العربية ترجع للخلف، كانت عايزة تقتل البنت الصغيرة. لحسن الحظ العربية خبطت في التلج، البنت الصغيرة كانت خايفة جدا. استر هددت البنت الصغيرة لو قالت الحقيقة هتقتل مامتها. الام عن طريق كتاب يوميات استر اكتشفت مكان اسمه سلان، اعتقدت ان ده دار الايتام اللي كانت فيه استر قبل كده، بس اللي في التليفون قال لها ان دي مستشفى الامراض العقلية.
الولد كان حاسس ان استر دي وراها حاجة، اتسلل لبيت الشجرة عشان يلاقي ادلة، بس ما كانش يعرف ان استر واقفة وراه. استر قالت له انها قتلت الراهبة وبعدين ولعت في المكان، كانت عايزة تحرق الولد مع الادلة. الولد علشان يهرب من الحريق وقع من فوق الشجرة واغمى عليه. الزوجين اتخانقوا في المستشفى، كيت قالت لجوزها بالدليل اللي اكتشفته، لكن جوزها ما كانش مصدقها. كيت بكل يأس قالت انها تاخد ولادها وتمشي من المكان ده. استر خايفة ان الولد يفوق ويقول الحقيقة، استغلت عدم وجود اي حد وخنقته بالمخدة. الام ما بقتش قادرة على كبح غضبها منها، ضربت استر بقوة وقعتها على الارض، لكنهم عملوها انها مريضة نفسية وادولها مخدر. كيت كانت نايمة في المستشفى بسبب المهدئات. جون رجع هو واستر والبنت الصغيرة للبيت عشان ينام مع الطفلين، فضل يشرب خمر عشان يخفف حزنه. في الوقت ده حاطت مكياج كتير وقعدت جنبه وبسته من خده وقالت له بحبك، انا فاهمك جدا، اقدر اهتم بيك. استغرب منها وقام من جنبها بسرعة، قال لها انا بعملك زي بنتي وانت مش بتعمليني كأني ابوكي، انا بحب مامتك، اطلعي نامي دلوقتي، هتصل بدار الايتام يجوا ياخدوكي. جات للام مكالمة من مستشفى كتراد العقلية، طلب منها تبلغ الشرطة بسرعة وتتواصل مع جوزها، وقال لها ان إسا كانت مريضة عندهم وانها كانت عندها اضطرابات في الهرمونات، يبان عليها انها طفلة لكن في الحقيقة عندها 33 سنة. حالتها كانت صعبة وعلى جسمها علامات تدل انها كانت بتحاول تأذي نفسها، قتلت اكتر من 7 اشخاص، كل ما تحب واحد وما يرضاش يحبها بتقتل كل اسرته. اتصدمت كيت لما سمعت الكلام ده، البنت اللي اتبنتها في الحقيقة ذئب في زي حمل، جوزها مش بيرد على تليفونه، جريت بسرعة على البيت. اخيرا كشفت استر على وشها الحقيقي، وشها الشرير المرعب. طلع جون فوق يشوف في ايه، لما فتح النور لقى استر موقعه كل حاجه في الاوضه. لما طفى النور شاف صوره غريبه، صوره فيها اشكال مرعبه، صوره بتعبر عن رغبتها في قتل كل الاسره. قطعت استر سلوك الكهرباء، ضلمت كل البيت. بعد كده فضلت تضرب جون بالسكينه في بطنه لحد ما مات. اول ما وصلت كيت للبيت انهارت لما شافت جوزها غرقان في دمه وسط الضلمه، وهي بتدور على بنتها الصغيره واستر ضربتها استر بالمسدس في دراعها. طلعت استر فوق عشان تقتل البنت الصغيره، لكن البنت الصغيره هربت على الجنينه. طلعت كيت على سطح الازاز وشافت بنتها، لكن استر شافتها عشان تنقذ بنتها. كسرت كيت الازاز ونزلت على استر، حضنت بنتها وخرجت عشان تدور على حد ينقذهم، لكن استر كانت مسكت سكينه وجريت بسرعه ناحيتها. اتزحلقوا على التلج عشان تنقذ البنت الصغيره، امها مسكت المسدس اللي وقع، مسكت المسدس وضربت طلقه. وقعت كيت واستر في بحيره التلج، ضربت كيت استر واغمى عليها وحاولت تطلع من البحيره، وفعلا خرجت من البحيره، لكن استر مسكتها من رجلها، انقذيني يا ماما انقذيني، لكنها ماسكه سكينه ورا ظهرها. صرخت كيت وقالت لها انا مش امك، وضربتها وقعتها في البحيره. اخيرا خدت استر العقاب اللي تستاهله. ظهرت البنت الصغيره دي في الفيلم بوشين، مره طفله بريئه ومره امراه شريره، وفي النهايه اتخلصت كيت منها. غالبا بتخدعنا المظاهر، لكن ممكن صاحبه الوش اللطيف ده يكون عندها قلب شرير. القصه دي بتعرفنا اننا لازم نصدق كلام الزوجه، وإلا هتكون العواقب وخيمة. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.